سوره الفاتحه وهي سوره التي تلخص مضامين القران بكامله كانت مشتمله بشكل واضح بحسب البيانات المتقدمه كانت مشتمله على ذكر إمامة فاطمة حين حدثتكم عن الاستقامة وسورة البقرة وهي أطول سورة في القرآن حينما تحدثت عن إمامة إبراهيم فإنها تحدثت عن إمامة فاطمة مثلما بينت لكم فملاك إمامة إبراهيم محمد وآل محمد وفاطمة عنوان بارز فيهم هي جزء بلطفها وفيضها من ملاك امامه ابراهيم فكيف لا تكون اماما وهي تهب الامامه لابراهيم هل هذا الكلام منطقي ماذا تقولون انتم ومن سوره الفاتحه وسورة البقرة انتقل بكم إلى سورة الأحزاب التي تشتمل على آية التطهير انها الآية الثالثة والثلاثون بعد البسملة من هذه السورة حشرت هنا على أي حال نحن والمصحف الذي بين أيدينا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الآية واضحة جدا في طهارتهم والطهارة هنا تكون باوسع معانيها واعظم تجلياتها هذه الايه تتحدث عن طهارتهم التي تخبر عن عصمتهم التي تخبر عن علمهم طهاره مطلقه تنبئ عن عصمه مطلقه تنبئ عن علم مطلق اقف عند الايه بعض الشيء بحسب ما يسنح به المقام انما يريد الله هذه انما هي للحصر وهذا امر معروف لا حاجه ان اطيل الوقوف عند هذه النقطه فانما يعرفها اهل العربيه واهل الادب العربي هي للحصر للحصر يعني لوضع سياج خاص وبعنايه تامه لما ياتي بعدها هذا هو الحصر انما يريد الله هذه الاراده هنا اراده مطلقه هؤلاء الذين يتحدثون عن اراده تكوينيه عن اراده تشريعيه عن غير ذلك لا شان لي بهم الاراده هنا اراده مطلقه هذه اراده الله يريد الناس ان يقولوا هناك اراده تكوينيه هناك اراده تشريعيه هناك انواع اخرى من الاراده هذا امر راجع اليهم هذه الاراده اراده مطلقه ولذا كانت الطهاره مطلقه ايضا والعصمه مطلقه ايضا والعلم مطلقا ايضا من دون حدود لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك وخلقك تلك هي طهارتهم تلك هي عصمتهم وذلك هو علمهم من الاخر انما يريد الله اراده مطلقه في كل ما يمكن ان تنطبق عليه المعاني لهذا العنوان اراده الله ما يرتبط باصل الايجاد ما يرتبط بالتكوين بالتشريع ما بينهما ما دونهما كل هذه العناوين ليست مهمه ان الله يريد وهذه الاراده اراده مطلقه تشتمل على كل هذه المعاني وعلى غيرها هذه الاراده لا يعلم بحقيقتها الا الله والا هم صلوات الله عليه الله وهم يعلمون حقيقه هذه الاراده لان الاراده هذه هي صلتهم بالله وصله الله بهم فانى لي ولغيري ان يدرك ابعادها انما يريد الله اراده مطلقه من الله اذا ما تحدثنا عن اراده تكوينيه عن اراده تشريعيه عن غير هذه العناوين فهذا كله سيقع في حواشي 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 معنى الاراده اذا كان كلامنا صحيحا مشكله مراجع الشيعه مشكله مفسري الشيعه مشكله علماء الشيعه مشكله حوزه النجف تفكر بطريقه المخالفين فهم حينما يناقشون موضوعا عقائديا يرتبط بمحمد وال محمد يذهبون الى حافه الموضوع ما يسمى بالقدر المتيقن من المعلومات وانا لا اتحدث هنا عن القدر المتيقن من المعلومات بميزان الحقيقه وانما بميزان علم الكلام الذي هو علم للجدل فقط هذا علم ناصبي في تاسيسه وفي كل مفرداته لم يتاسس في اجواء محمد وال محمد تاسس في اجواء اناس هم في غايه النصب والعداء لمحمد وال محمد الناس على دين ملوكهم وملوك الناس الخلفاء والعلماء الذين يسيرون في ركابهم فأشاعوا هذا العلم فصار علما مقبولا شائعا بين الناس وجه الائمه بعض اصحابهم لتداول هذا العلم لاجل المناقشه والمحاججه مع الخصوم لا لاجل ان ننشئ عقائدنا وفقا لتلك الترهات قطعا في مقام الجدل فاننا سنذهب الى القدر المتيقن الذي يضطر الخصم لقبوله فهذا لا يشكل اساسا للحقيقه وانما يشكل اساسا للجدل فقط وللمحاجج وما يطرح في افق المحاججات والمجادلات لا يعد من الحقيقه الكامله قطعا لا توجد عندنا حقيقه كامله بالمعنى الحقيقي وانما بحسب المعطيات المتوفره لدينا من هنا حينما يأتون للحديث للبحث للدرس للشرح للتفسير للتفصيل لاي شيء من هذا في الدروس في المحاضرات في المؤلفات يتعاملون مع محمد وال محمد بنفس ذلك المنطق بمنطق القدر المتيقن بحسب قواعد الجدل في علم الكلام وذلك هراء في هراء من هنا ياتي هذا التشقيق هذه اراده تكوينيه تشريعيه الى غير ذلك هذه اراده الله المطلقه وهؤلاء هم الذين خلقهم الله لاجله الله يخاطب موسى الذي هو من اشياعهم من انه اصطنعه لنفسه اصطنعتك لنفسي وموسى من اشياع محمد وال محمد من فاضل طينتهم محمد وال محمد لهم شان اخر لا بد أن نستعمل لغة أخرى حينما نتحدث عنهم ونستعمل لغة تتناسب مع أشيائهم من المرسلين والأنبياء إلى بقية الأصناف ممن ينطبق عليهم هذا العنوان من أنهم شيعة لمحمد وآل محمد مشكله كبيره لا ادري هل نستطيع ان نتجاوزها بعدما وسخت حوزه النجف وتحديدا مراجع النجف وسخوا عقولنا بقذاراتهم واوساخهم العقائديه الناصبيه منذ ان تاسست هذه الحوزه المشؤومه سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا إنما يريد الله هذه إرادة مطلقة كل المراتب التي تقع تحت هذا العنوان داخلة فيها والقضية أكبر والقضية أوسع والقضية أعظم إنها إرادة الله الصلة فيما بين الله وبينهم الصلة فيما بينهم وبين الله أين أجد ألفاظا كي أستطيع أن أقرب الفكرة هذه وأساسا هي فكرة مبتورة بقدر المعطيات التي ادركها كما قلت لكم قبل قليل هذا شأن يعرفه الله وهم فقط انما يريد الله ليذهب عنكم الاذهاب الازاله الكامله انما يريد الله ليذهب عنكم ماذا يذهب عنهم الرتس الرتس في اللغه بالدرجه الاولى القذر المادي. عودوا إلى معاجم اللغة. الريتسو في معاجم اللغة بالدرجة الأولى القذر المادي. وبالدرجة الثانية القذر المعنوي. عودوا إلى معاجم اللغة. ستجدون أن الرجس في لغة العرب بالدرجة الأولى إنه أكثر استعمالا عند العرب في القذارات المادية ويستعمل أيضا في القذارات المعنوية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس بحسب اللغة فإن الرجس هنا يشتمل على المعنيين لا تحديد لمعنى الرجس هنا والرجس في لغة العرب تطلق على القذارة المادية أولا وعلى القذارة المعنوية ثانيا نحن الآن إذا أردنا أن نتصفح الكتاب الكريم كي نبحث عن معنى الرجس في قرآننا إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة في الآية الخامسة والعشرين بعد المئه من سوره التوبه واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون الحديث في آية التي قبلها وإذا ما أنزلت سورة لا شأن لنا بالتفاصيل سيطول المقام أعود إلى الآية التي هي موطن الشاهد وهي الخامسة والعشرون بعد المئة من سورة التوبة وأما الذين في قلوبهم مرض مرض القلوب حالة معنوية ليس الحديث هنا عن مرض جسدي عن مرض مادي الحديث هنا عن حاله معنويه واما الذين في قلوبهم مرض حاله معنويه هذه فزادتهم رجسا قذاره معنويه الى رجسهم الى قذارتهم المعنويه وماتوا وهم كافرون فها هو القران يستعمل الرجس بمعنى القذاره المعنويه والايه واضحه جدا انا اخترت الايات بانتقاء والا فان القران استعمل هذه اللفظه الرجس في مواطن كثيره والمقام لا يسع للحديث عن كل ذلك وإنما سأذهب إلى ما يرتبط بحديثنا في هذه الحلقة ما يتعلق بآية التطهير فهذه الآية بشكل واضح استعملت الرتس في القذارة المعنوية وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رتسا إلى رتسهم وماتوا وهم كافرون. اذا ما ذهبنا الى سوره الانعام وفي الايه الخامسه والاربعين بعد المئه بعد البسملة من سوره الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الحديث عن طعام والطعام شيء مادي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس قذاره ماديه الايه واضحه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير الحديث عن طعام ما هي المصادق ميته دم مسفوح لحم خنزير يذكرنا هذا بسفاهه مراجع النجف الذين يصدرون الفتاوى بنجاسه دم المعصوم الدم نجس او دما مسفوحا فانه رجس لكن القران طهرهم عن هذه النجاسات فكلمه الرجس بحسب القرآن تدل على القذارات المعنويه والقذارات الماديه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا هنا انتقل الكلام الى القذاره المعنويه وهذه قرينه واضحه على ان رجس هنا في القذاره الماديه فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. الاهلال لغير الله بالذبائح وبالاطعمه بما هو هو قذاره معنويه ما هو بقذاره ماديه الطعام يكون قذاره ماديه اذا كان محرما اتمنى عليكم ان تعودوا الى هذه الايه وهي الايه الخامسه والاربعون بعد المئه من سوره الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه طعام مادي الا ان يكون ميته شيء مادي او دما مسفوحا شيء مادي أو لحم خنزير شيء مادي فإنه رتس ولا وجود للقذارة المعنوية هنا لأن الحديث عن نفس هذه الماديات ليس هناك من حديث عن الآثار المعنوية التي تكون قذره وسيئه لتناول هذه الاطعمه. الحديث عن نفس الاطعمه بما هي هي. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس هذه العناوين عناوين ماديه وهذا الرجس رجس مادي او فسقا اهل لغير الله به الى اخر الايه فالرجس هنا رجس مادي ولا يقول قائل من ان الرجس في ايه التطهير ربما أريد به نوع واحد أريد به المعنوي ولم يرد به المادي هناك آية في سورة المائدة وهي الآية التسعون بعد البسملة هذه الآية تشتمل في الوقت نفسه على قذارات معنوية وعلى قذارات مادية واستعمل القرآن الرجس في آية واحدة وفي لفظة واحدة وفي سياق واحد نذهب إلى فاصل في الايه التسعين بعد البسمله من سوره المائده يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الايه جمعت بين القذارات الماديه والقذارات المعنويه الخمر من القذارات الماديه والميسر القمار من القذارات المعنويه والى بقيه التفاصيل الانصاب ما يذبح عندها من القذارات الماديه وطقوسها من القذارات المعنويه وكذلك الازلام ايضا فاستعمال الازلام هو نحو من انحاء المقامره قذارة معنوية ولكن ما يؤخذ من لحوم الذبائح سيكون من القذارات المادية فهذه الآية جمعت بين القذارات المادية والمعنوية في آن واحد فالخمر بما هو خمر بما هو سائل قذاره ماديه وما يترتب على تناوله يدخل في القذارات المعنويه وهكذا في بقيه التفاصيل انا لا اجد وقتا كافيا كي اقف عند كل صغيره وكبيره الايه واضحه فإن القرآن استعمل هنا الرجس في الآية نفسها في السياق نفسه وبلفظة واحدة وكل المضمون يتحدث في آن واحد عن قذارات مادية وعن قذارات معنوية هذا هو قرآننا فماذا تقول حوزة النجف هذه الحوزة السفيهة الغبية. لا اريد ان اقول اكثر من ذلك. القرآن استعمل الرجس في القذارة المعنوية مثل ما مر علينا في الآية الخامسة والعشرين بعد المئة من سورة التوبة. واستعمل الرجس في القذارة المادية وبشكل واضح جدا. مثل ما مر علينا في الايه الخامسه والاربعين بعد المائه بعد البسملة من سورة الانعام واستعمل الرتس في القذارتين معا في مصداق كمصداق الميسر قذاره معنويه لكن ما يترتب على الاموال التي تؤخذ من الميسر ما يشترى بها او اذا كانت من المطعومات فانها ستدخل في القذارات الماديه وهكذا بقيه التفاصيل فجاءت الايه التسعون بعد البسمله من سوره المائده تستعمل الردسه في القذارات الماديه والمعنويه اعود الى ايه التطهير إلى آيتنا العزيزة وهي الثالثة والثلاثون بعد البسملة من سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الرجس هنا عنوان للقذارات المادية والقذارات المعنوية مثلما قلت لكم قبل قليل طهارتهم مطلقه في جانبها المادي والمعنوي عصمتهم مطلقه في علمهم علمهم مطلق معصوم في افكارهم في نواياهم في احوالهم في عالم شهادتهم وفي عالم غيبهم في حركاتهم في سكناتهم في صوتهم المرتفع وفي صوتهم المخفي المنخفض في كل شأن من شؤونهم انهم محمد وال محمد صلوات الله عليهم انني اتحدث عن هؤلاء لا اتحدث عن غيرهم فهذه الطهاره طهارتهم مطلقه وهذه العصمه عصمتهم مطلقه وهذا العلم علمهم مطلق وهذه الولايه ولايتهم مطلقه وذل كل شيء لكم ولايه مطلقه الولايه المطلقه تترتب على العلم المطلق والعلم المطلق يتفرع عنه العصمة المطلقة وكل ذلك يتفرع عن الطهارة المطلقة وإلا كيف يذل لهم كل شيء بنحو مطلق ولاية مطلقة من دون علم مطلق لا يمكن ذلك فالولايه المطلقه تتفرع على العلم المطلق والعصمه المطلقه تتفرع على العلم المطلق وكل ذلك يتفرع عن الطهاره المطلقه انها طهاره في كل ما يمكن ان يتصور في كل الاتجاهات لا اريد ان اجعلها محصوره في الجانب المعنوي وفي الجانب المادي، هذا ما نعرفه ونحن ماذا نعرف؟ نحن ماذا نعرف؟ هذا علي الذي لا يعرفه الا الله ومحمد، ماذا نعرف عنه؟ اننا نتحدث بحدودنا يا كميل الامير يقول يا كميل القلوب اوعيه وخيرها اوعاها اكبرها اننا نتحدث بحدود اوعيتنا اكبرت ام صغرت حتى لو كبرت كبرت بحسبنا لا بحسبهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الرجس مثل ما قلت لكم في لغه العرب بالدرجه الاولى في القذارات الماديه، وبالدرجه الثانيه في القذارات المعنويه، هذا في لغه العرب في معاجم اللغه عودوا اليها اما في القرآن فقد وضعت الايات بين ايديكم واما اذا اردنا أن نحلل هذا العنوان الرتس فهذا العنوان يشتمل على جزئين رتس مع الف لام التعريف مع ال التعريف ال التعريف في البلاغة والادب حكايتها حكاية، حكاية طويلة. هناك ال التعريف التي يقال لها الجنسية نسبة إلى الجنس الجنسية الجنس الذي يشتمل على الأنواع في تصنيف الأشياء واحصائها وعدها وتبويبها. فهناك هناك ال الجنسيه وهي على انواع وهناك ال العهديه وهي على انواع. فال الجنسيه منها ال الحقيقيه التي تدخل وتعطي معنى الحقيقه ومنها الاستغراقيه للافراد لافراد الجنس على نحو الحقيقه ومنها الاستغراقيه للخصائص وحتى للافراد بنحو المجاز وهناك ال العهديه هناك العهد الذكري هناك العهد العلمي وقد يقال له العهد الذهني المعهود ذهنا المعلوم ذهنا وهناك العهد الحضوري وهناك ال الزائده وهناك ال الموصوله وهناك ال التي تاتي نائبه عن الاضافه وهناك وهناك حكايه طويله ليس المقام لتناول هذا الموضوع وان كان نافعا ومفيدا لمعرفه مضامين ايات الكتاب لمعرفه مضامين احاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لكن البرنامج ما هو للحديث في مثل هذه المطالب اعود الى كلمه الرئتس الرئتس معرفه بالالف واللام هذه الالف واللام من النوع الجنسي ويمكن ان تكون لتعريف الحقيقه او لاستغراق الافراد والانواع فاذا كانت لتعريف الحقيقه يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يذهب حقيقة الرجس عنهم صلوات الله عليهم وإذا كانت للاستغراق فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يذهب عنهم كل أنواع الرجس وهذا يعني اذهاب لحقيقه الريتش الذي يظهر بكل انواعه كيف نميز بين ال التي تدل على الحقيقه وبين ال التي تدل على استغراقها استيعابها لكل الافراد لكل الانواع أهل الأدب هكذا يقولون وهم يصيبون في ذلك يقولون من أن ال الجنسية لا نستطيع أن نحذفها ونترك محلها كلمة كل لا يستقيم المعنى بينما ال الاستغراقية بإمكاننا أن نحذفها وأن نترك مكانها كلمة كل أقرب لكم الفكرة مثلا حين أقول المتدين لا يكذب هل أستطيع أن أقول بعد أن أحذف الألف واللام كل متدين لا يكذب ما هو الكذب كله عند المتدينين خصوصا عند اصحاب العمائم المتدين لا يكذب يقصد هنا به وبمضمونه حقيقه التدين فالذي يشتمل على حقيقه التدين لا يكذب والا اذا اردنا ان نطبق على الواقع فان اكثر الذين يوصفون بالمتدينين يكذبون ونحن لا نتحدث في موضوع فلسفي هنا نتحدث في تعابير بحسب العرف بحسب العرف حين يقولون المتدين لا يكذب يقصدون المتدين الذي هو متدين حقيقي حقيقه التدين عنده فلا استطيع ان اقول بعد ان احذف الالف واللام كل متدين لا يكذب لكن حينما اقول المصلي حين يصلي الفجر يصلي ركعتين استطيع ان احذف الالف واللام واقول كل مصلي حين يصلي صلاه الفجر يصلي ركعتين فكل مصلي فهنا الالف واللام استغراقيه لا اتحدث عن ان الصلاه صحيحه مقبوله باطله لا شان لنا بهذا نتحدث عن هذه الجهه من ان المصلي يصلي صلاه الفجر بركعتين فكل مصلي يصلي صلاه الفجر يصلي ركعتين فحينما اقول المصلي حين يصلي صلاه الفجر يصلي ركعتين هذا للاستغراق لذلك يصح الكلام ان اقول كل مصلي بينما المتدين لا يكذب لا يصح الكلام ان اقول كل متدين لا يكذب لأن الكلام الاول كان عن حقيقة التدين نعم اذا كان الكلام عن حقيقة التدين بالنظر الى الافراد فحينئذ سيكون الكلام في جهه اخرى. حينما نقرا هذه الايه انما يريد الله ليذهب عنكم كل رجس. الايه يستقيم معناها. فالالف واللام للاستغراق كل انواع الرتس التي ذكرت في القران والتي هي في لغه العرب وانواع الرتس ماديه ومعنويه فهذه الالف واللام من النوع الجنسي للاستغراق والشمول والاستيعاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الألف واللام استغراقية والرجس مادي ومعنوي بحسب لغة العرب وبحسب الكتاب الكريم فهل هناك من نجاسات مادية عندهم يا مراجعنا الكرام فتاواكم عقائدكم ضللتم اجدادنا واباءنا وتضللون انفسكم الايه واضحه صريحه بغض النظر عن الروايات الواضحه الصريحه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. حينما وصل الحديث الى هذا المستوى من التطهر، هم مطهرون من كل انواع الرجس، فلا معنى للنقاش بعد ذلك من ان نساء النبي يدخلن في الايه او لا يدخلن في الايه. لان الايات واضحه من ان نساء النبي ما هن بمطهرات في نفس السوره في سوره الاحزاب في الايه الثلاثين بعد البسمله من سوره الاحزاب يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين الفاحشة متوقعة من نساء النبي وإلا لما يخاطب الله نساء النبي بهذا الخطاب فاللاتي يتوقع منهن أن يأتين بالفواحش لا يمكن ان ينطبق معنى التطهر من كل انواع الرجس عليهم مستحيل هذا هذا هو القران في الايه الثلاثين بعد البسمله من سوره الاحزاب يا نساء النبي لكل نسائه من دون استثناء يا نساء النبي للجميع يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فلا تخضعن بالقول هذا النهي يعني ان هذا الامر يصدر منهن فأين هذا؟ من معنى التطهر المطلق من كل انواع الرجس في بعده المادي وفي بعده المعنوي وقرن في بيوتكن وعائشه خالفت هذا الامر وخرجت على جملها الى البصره وهذا مصداق واضح وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى هذا يعني أن هذه المعاني تصدر من نساء النبي وهناك ما هو الأكثر إذا ما ذهبنا إلى الآية الثالثة والخمسين بعد البسملة من سورة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه غير ناظرين إناه يعني نضجه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سألتموهن سألتم نساء النبي واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لماذا ذلكم اطهروا لقلوبكم وقلوبهن. بالنسبة للصحابة لا شأن لنا بهم ولكن بالنسبة لنساء النبي ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهم فهل ينطبق معنى التطهير المطلق على هذه القلوب الآيات واضحة واضحة جداً فلا حاجة للنقاش في ان الآية لا تدخل نساء النبي فيها، ما هي الآيات واضحة نساء النبي متوقع منهن أن تصدر الفواحش وأي فواحش فاحشة مبينة الفاحشة المبينة يعني الزنا فهذا يمكن أن يصدر من نساء النبي كذلك يمكن أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض كذلك يمكن أن يخالفن أمر الله وأمر رسوله في قضية الاستقرار في البيوت وقد خالفته عائشة بشكل واضح يمكن أن يتبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ويمكن ويمكن إلى أن جاءت هذه الآية وهي الثالثة والخمسون بعد البسملة في سورة الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهل ينطبق معنى التطهير المطلق على مثل هذه القلوب؟ القضية واضحة لا حاجة للنقاش الطويل والكثير في هذه الجهة. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت هذا البيت هو بيت النبي ما هو ببيت النبي لماذا انني اتحدث عن البيت الجغرافي في السوره نفسها حينما كان الحديث عن نساء النبي وقرن في بيوتكن هذه البيوت هي بيت النبي ولكن السوره نسبت هذه البيوت الى نسائه وجاءت بصيغه الجمع للتمييز عن البيت الذي سيذكر وهو بيت محمد وال محمد بيت النبي الجغرافي الفيزيائي هو هذا وقرن في بيوتكن لماذا لم تتحدث الايه عن البيت الذي جاء معنونا باهل البيت لماذا لم يذكر حين ذكرت نساء النبي وانما جاءت الصيغه هكذا وقرن في بيوتكن فهذه البيوت منسوبه الى نساء يمكن ان تصدر الفاحشه منهن بحسب الايات ويمكن ويمكن فتلك بيوت نساء النبي وهو البيت الجغرافي للنبي أما هذا البيت فهذا البيت الحقيقي للنبي فارق بين البيت الحقيقي للنبي وبين البيت الجغرافي الذي كانت تقطنه نساءه اللاتي يمكن أن يرتكبن الفواحش يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه الايه واضحه وصريحه واذا ما ذهبنا الى الايه الثالثه والخمسين يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي انها بيوت نسائه لم ياتي الحديث عن بيت واحد عن جمع بينما هو في الحقيقه من الجهه الجغرافيه هو بيت واحد يشتمل على غرف على حجر على اقسام على اجنحه قولوا ما شئتم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي انها بيوت النساء بيوت نسائه الى ان تقول الآية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لا تدخلوا بيوت النبي ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن لاحظوا الاتجاهات التي تتحدث عنها الآيات بخصوص نساء النبي وبخصوص البيت الجغرافي للنبي ولاحظوا الاتجاه الذي تتحدث عنه الايه، ايه التطهير حينما تتحدث عن بيت له خصوصيه. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اهل البيت من هم؟ محمد علي فاطمه حسن حسين في زمان نزول الايه وفي استمرار دلالتها الداخلون فقط ابناء فاطمه من المجتبى الى القائم هذا هو مضمون اهل البيت حينما نقول اهل بيت النبي هذا الاستعمال ليس دقيقا هو استعمال صحيح لاننا حين نقول اهل بيت النبي نخرج النبي من هذا البيت صحيح هو سيده وانما ننسب البيت اليه كي يتشرف البيت بالنسبه الى محمد هذه مقاصد بلاغيه مقاصد ادبيه لكننا اذا اردنا ان نتحدث بمقصد الحقيقه فإن أهل البيت محمد أولهم هذا بيت محمد وآل محمد هؤلاء هم أهل بيت محمد وآل محمد حينما نقول إنهم أهل بيت محمد تشريفا للبيت لشرف محمد صلى الله عليه واله هذه مقاصد ادبيه مقاصد بلاغيه في التعابير اذا كان الحديث بلسان الحقيقه ان نقول اهل بيت محمد وال محمد هم نفسهم محمد علي فاطمه وابناء فاطمه من المجتبى الى القائم هؤلاء هم اهل البيت هناك مراتب من ابنائهم من شيعتهم يلحقون بهذا العنوان تلك امور اضافيه امور تشريفيه الحديث ليس عن هذه الاضافات حديثنا عن مر الحقيقة مر الحقيقة هو هذا فأهل البيت عنوان حقيقي ما هو بمكان جغرافي بمكان فيزيائي المكان الجغرافي عُبِّر عنه هنا تارة وقرن في بيوتكن وتارة لا تدخل بيوت النبي هي هي هذه البيوت هي تلك البيوت هذا هو البيت الجغرافي الفيزيائي وتلاحظون ان الحديث عن الاوضاع والاحوال التي ترتبط بهذا البيت الجغرافي انها كاحوالنا فهنا في الايه الثالثه والخمسين يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه اذا ما دعاهم النبي مثلا الى طعام عشاء فقبل العشاء بوقت طويل يذهبون ينتظرون متى ينضج الطعام إلا أن يؤذن لكم إلى طعام بشرط غير ناظرين إنا لا تذهبوا قبل أن يطبخ الطعام وتؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله والآيات التي مرت عن توقع الفواحش من نساء النبي الى غير ذلك من التفاصيل التي اشير اليها في سوره الاحزاب فكل هذا لا علاقه له بايه التطهير ما انا قلت لكم حشروها حشرا هنا على اي حال نحن والمصحف الذي بين ايدينا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه الالف واللام في لفظه البيت ليذهب عنكم الرجس اهل البيت الالف واللام من اي نوع من انواع الالف واللام هل هي من ال الجنسيه من ال العهديه من ال الزائده انها من ال العهديه فهذا عنوان معهود هل هو من العهد الذكري ابدا قطعا الالف واللام هنا ليست من العهد الذكري ما المراد من العهد الذكري المراد من العهد الذكري على سبيل المثال اعطيك كتابا اقول لك خذ كتابا من هذه الكتب خذ كتابا واقرا الكتاب الالف واللام هنا تشير الى الكتاب الذي ذكرته اولا واقرا الكتاب يعني الكتاب الذي اعطيتك اياه فيقال للالف واللام هنا للعهد الذكري لان الذي عرف بالالف واللام قد ذكر قبل قليل اعطيك كتابا اقول لك خذ كتابا من هذه الكتب واقرا الكتاب عهد ذكري عهد علمي او ذهني مثلا المدير العام يقول لسائقه جئني بالسياره هناك سيارات كثيره في هذه الدائره في هذه الشركه التي يتراسها هذا المدير العام والمدير العام يريد الخروج لتفقد بعض النشاطات في دائرته او في شركته معلوم عند السائق من ان المدير العام اذا اراد ان يذهب للتفقد في بنايات شركته ودائرته فإنه يستعمل سيارة خاصة فحينما يقول له المدير العام يقول لسائقه جئني بالسيارة وما أشار إلى لونها إلى ماركتها إلى أي صفة من أوصافها السائق يعرف ذلك لأن الأمر معلوم عنده فيقال للألف واللام هذه للعهد العلمي للعهد الذهني مثلما يقول رب الاسره لاحد افراد اسرته يريد الجلوس في الحديقه في حديقه البيت وهو قد اعتاد ان يجلس على كرسي معين فيقول له جئني بالكرسي بالكرسي المعهود في ذهن افراد اسرته فهذه الالف واللام للعهد العلمي للعهد الذهني وقت الحلقه قارب على الانتهاء بقيت عندي مجموعه من المطالب لا اشير اليها وانما اتركها لحلقه يوم غد اتمنى ان تتابعوا الاعاده كي تتذكروا المضامين التي اشرت اليها في هذه الحلقه بخصوص ايه التطهير هذه المضامين مهمه جدا هذه ايه التطهير الايه المركزيه في عقيدتنا في حديثنا في ثقافتنا عن محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين كان بودي ان اقف طويلا وطويلا وطويلا عند هذه الايه كي افككها لكم حرفا حرفا